هيلاري كلينتون تروج للقفطان المغربي عبر صفحتها الفيسبوكية الرسمية. عادت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وزوجة الرئيس الأسبق بيل كلينتون لتعبر عن ارتباطها الكبير بالمغرب وثقافته. تم نشرت صورة لها وهي ترتدي القفطان المغربي. هيلاري كلينتون المعروفة بصداقتها القوية مع الملك محمد السادس وعدد من كبار المسؤولين المغاربة، نشرت قبل قليل على صفحتها الفيسبوكية الرسمية صورة جمعتها بزوجها وعلقت عليها قائلة: إنه موسم القفطان. هذا وقد أثارت الصورة إعجاب الآلاف المتابعين، وهو ما يمكن اعتباره دعاية قوية للقفطان المغربي ولصناعاتنا التقليدية عموما، للإشارة هذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيه هيلاري كلينتون زيا مغربيا تقليديا، حيث شهدت أكثر من مرة بالقفطان في مناسبات رسمية.